تمام كده؟ ماشي تمام، يلا بينا. النهارده هنتكلم عن العلاقات، بس مش العلاقات بقى اللي هما اتنين بيحبوا بعض، لا احنا هنعلي ليفل شويه. احنا هنتكلم عن العلاقه اللي من طرف واحد، يعني واحد بيحب التاني بس التاني رميه في الفريند زون. موضوع مخيف، يلا بينا نبدا على طول. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كروب خير. لو مره تشوفني انا كريم عفا بقدم محتوى في السالون وتمشي سبيكر، ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. ايه رايكم في الكادر ده؟ هو انتوا لو سمعين اصوات تانية غيري، انا طبعا لسه مش عارف، بس انا عشان فتحت الشباك وحاطط رينج لايت بطريقه غريبه كده، بس ادينا بنجرب وقاعدين في البيت ما بنعملش حاجه. وبفكر اعمل قناه جيمنج، مش عارف لو انتم موافقين على الحوار ده. ممكن نبدا في الجيمنج ونختار اللعبه اللي انتوا عايزينها، ببجي موبايل اي حاجه يعني، بس ندخل في موضوع الحلقه عشان كده رغيت كتير. العلاقه بس من طرف واحد، يعني انت كده سعادتك او انت سعادتك كده بتحب حد او انت بتحب حد، بس التاني ده رميك في الفريند زون، او هو مش رميك اصلا في الفريند زون، هو اصلا مش معتبرك اصلا اي حاجه في حياته. فايه بقى الحوار ده؟ ساعات ممكن تكون او ممكن تكوني في علاقه وانت مفكره وانت مفكر ان انتوا الاثنين بتحبوا بعض، الاثنين بيحبوا بعض، بس الحقيقه بتبقى غير كده خالص، وانت او انت بتبقى مخدوعين في الحوار ده، مخدوعين ان انت اصلا ممكن تكون انت محطوط اساسا في الفريند زون، او بيتلعب بيك او بيتلعب بيكي، بس انت مش عارفه ومفكره اللي قدامك بيحبك. المشكله بقى فين؟ المشكله لما بنيجي نفركش او الحوار ده بيخلص خالص، وتيجي كده تعمل جاي فلاش باك او تفتكر كده الحاجات اللي حصلت، بتلاقي ان انت ازاي عديت الموقف الفلاني ده من غير ما تتكلم، ازاي انت قبلت ان هو يقول لك كده، طب ازاي هو اصلا قال كده. فبتكتشف بقى من هنا اللي قدامك اصلا ما كانش بيحبك، بس طبعا بعد ما الحوار كله بيخلص وفركشه والكلام ده. فانا جاي النهارده اقول لك قبل ما حوار الفركشه ده يجي، وتكون طبعا انت عارف اصلا بقى ايه راسك من رجليك كده، وعارف العلاقه دي حب بجد ولا من طرف واحد واتلخص على نفسك. فالنهارده انا جايب لك ثلاث حاجات او اربع حاجات تعرف بيهم ان اللي قدامك ده بيحبك ولا لا. يلا بينا نبدا على طول. اول حاجه، مش حاسس او مش حاسه بالامان مع الطرف التاني، حاسس ان هو دايما مش مديك الامان الكافي اللي انت تبقى محتاجه. اللي قدامك ده او الطرف التاني مش بحسسك بالامان ومش مطمنك اللي هو موجود دايما. من اساسيات العلاقه اصلا بقى، اذا كان ارتباط، خطوبه، جواز، لازم الطرف التاني يحسسك ان هو موجود دايما، يحسسك بالامان، يحسسك ان هو دايما في ظهرك، مفيش اي حاجه هتحصل لك، انا موجود معاك. الكلام ده لو الفكره دي او الحته دي اتشالت، فجده يبقى اللي قدامك اصلا مش بيفكر فيك، ومش همه اصلا هو يعرفك ان هو موجود او يطمنك والكلام ده، فجده هو اصلا مش بيحبك او العلاقه دي من طرف واحد. تاني حاجه، دايما بيهددك بالبعد او دايما بيهددك بالبعد. اي مشكله، طب انا همشي، طب انا مش عارف ايه، طب انا كده، دايما في اي خناقه يقول لك طب انا همشي، طب انا خلاص نفركش يلا. ودايما بيحسسك ان انت مش كفايه في حياته، يعني مثلا تبقى انت وهو مثلا ماشيين وتلاقي مثلا بيبص على بنت تانية، ممكن يعديها مره اتنين الكلام ده، او ممكن انت كمان تعديها مره اتنين الكلام ده، بس تلاقيه اللي هو زياده عن حد، او بيتكلم ناس تانيه عليك، او بيتكلم ناس تانية عليك، بتحس ان انت حاسس ان هو ممكن يبعد في اي لحظه، اللي هو في اي مشكله او اقل حاجه يقول لك طب خلاص يلا نفركش. تالت حاجه، دايما 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 بيقلل ثقتك في نفسك، او بتقلل ثقتك في نفسك. انا مش عارف اتكلم على الولد او البنت، بس انا بتكلم عموما، يعني دايما بينتقد شكلك، بينتقد لبسك، بينتقد طريقتك. في فرق ان هو ينتقد عشان هو عايزك احلى، وفي فرق اللي هو بينتقد عمال على بطال، مش عايزك تكون احسن منه باي طريقه. دايما يقول لك انت عندك عيوب كتيره، صلح العيوب، تيجي تصلحها لا انت عندك عيوب تاني. دايما بيحسسك ان انت ناقص، لا انا كامل وانا شايفك من فوق كده وانت دايما ناقص. والمفروض اصلا العلاقه الصح او الاثنين اللي بيحبوا بعض بجد بيبقى هم اصلا حابين عيوب بعض احسن من مميزاتهم، او اللي هو بيحب عيوبك احسن من مميزاتك، بس اللي هو مش لدرجه اللي هو يخلي العيوب عندك، لا هو يصلحها لك بس من غير ما انت تكتشفي ده، او من غير ما تحس اللي هو بيتعالى عليك او بيذلك بالعيب اللي عندك ده. المفروض طالما انت خدتني كده يبقى تقبلني بالعيوب بالمميزات الاثنين، ما ينفعش تاخد المميزات بس وتقول لي عيوب لا على جنب، انت خدت شخص كامل، ما تاخدش الحاجه اللي انت عايزها. ممكن اصلح العيوب دي عشان لو انا فعلا بحبك، او انت مثلا لو انت بتحبني جدا تحاول تصلح العيوب دي، لكن مش دايما تنتقدني ان انا فيا العيب ده. رابع حاجه بقى، الخناقات، ودي تحتيها كده بندات كتيره قوي قوي قوي، والسكريبت قدامي مليان من حوار الخناقات ده. لو انت اتخانقته والحوار خلص خلاص واتصالحته، وجاي بقى ايه تعاتبها او تعاتبيه ان والله في الخناقه انت قلت لي كلمه كذا فضايقتني،
يا نهار اسود انت اللي وصلتني لجده وانت المفروض اصلا انت جاي تعبي. لا هو يقلب بقى الترابيزه عليك ويعاتبك انت ان انت اللي وصلتيه لجده وخليتيه يقول جده عشان في الاخر تعاتبيه فهو يعاتبك. بص هو لافف كده وقلب ترابيزات بيخليك اصلا او بيخليك تندم ان انت رحت اصلا تقول والله انت في الكلمه الفلانيه مش عجبتني او في الحركه الفلانيه انا اتضايقت. لا لو انت متضايق انت تخرس خالص وما تجيش تقول لي اصلا انا متضايق عشان هقلب الترابيزه عليك وهضايقك اكتر. دايما بتحول او بيحول الحاجه الصغيره جدا لكارثه كبيره, حاجه ملهاش اي ثلاثه لازمه مش اي حد اصلا يتخانق عليها. لا ده ممكن بقى يتخانق ويزعق ويكبر حوار جدا. انا اسف من صوت العربيه الثانيه, انا برده مش عارف برده هي باينه في المايك ولا لا, بس لو لقيت الصوت مش مظبط ممكن نغير اللوكيشن ده. المفروض ما تحسش ان في جهد عليك وانت في العلاقه, المفروض ما تحسش ان انت بتبذل جهد جامد قوي عشان تمشي العلاقه, المفروض انتوا الاثنين اصلا بتمشي العلاقه. لو انت حسيت ان الموضوع ده عبء عليك او انت بتعمل طاقه او بتبذل طاقه كبيره جدا عشان تكمل العلاقه وعشان تمشي العلاقه غصب عنك او غصب عنها, فركش على طول وريح نفسك. القرار قرارك انت اللي هتعرف بالحاجات اللي انا قلتها دي, هل ده حب من طرف واحد ولا هل ده فعلا اتنين بيحبوا بعض. ممكن واحد يقولي لا انا في كل حاجه من اللي انت قلتها ده, بس لا انا متاكد ليه بتحبني الكلام ده, هو تقريبا مفيش حاجه غير اللي انا قلتها غير اللي هو حب من طرف واحد. حسيت نفسك انت تعبان او بتجاهد عشان العلاقه دي تكمل وهي او هو مش في باله, ففركش وريح نفسك على طول. القرار قرارك. المهم بقى اللي انا بقالي نص ساعه عمال اصور ومش عارف ايه دي شكلها حبانه مش عارف ايه ده, يعني انا مش عارف في حد يطلع له كده في الكون كله. وانا كده خلصت الفيديو, ما تنساش تعمله سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر كده عشان اجيب لك اي ابديت في حياتي او اي حاجه في الفيديوهات والكلام ده. وكالعاده دوس يا كوتش, رمضان كريم, سلام عليكم.